موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايكم مقطع من الصفر، رجعنا لكم من الصفر. اليوم راح نلعب بالدمون السوداء. ما ادري قد لعبتها من قبل، ما اتوقع اني لعبتها من الصفر، يمكن لعبتها في صعود القمه او شيء. عموما قبل ما يبدا المقطع تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه كنتم مشتركين، ولا تنسون تفعلون زر التنبيهات. اهم شيء خلونا نوصل 800,000 اقرب وقت. موقع روكت ليج اكستشينج، رابط فلوس، كود في اس ال يخصم لك 3%. الكريدت عندهم ارخص من اللعبه. اي شيء تبغى من روكت ليج لا تنسى كود في اس ال، لانه راح يخصم لك فوق ما ان الموقع رخيص، يعتبر من ارخص المواقع حق روكت ليج. كود نمشي في اس ال. اللي يبغى يتقضى اي شيء اعطى اي احد من عيال عمك كذا، اي احد تخبره بيشتري كذا ضبطني. كود في اس ال يخصم له الى 20% تقريبا. اليوم راح نلعب بالدمون السوداء والبلاك كافي الاسود. بلاك كافي الاسود، بلاك كافي قهوه سوداء، بلاك كافي اسود، ايش في قلب اسود هنا ان شاء الله. لا بس يعني المهم راح نلعب كوم بالحين بسم الله وعلى بركه الله. شامبي 2 هذا هو الراك حقنا، فنحاول الحين ندخل سيتنجز نغير كاميرا الى 290 وشوف هل بيفرق معنا. معنا وش فيني ما اعرف اتكلم اليوم انا. اوكي خوينا ما فيكم بدايتها. حلو حلو حلو، رجع هلا بي السيف، السيف الثاني. انا تحمست في الصده هذه بس اوكي، والصده هذه بعد خلاص يا ابني. يلا خوي نو سودا، والله نايس جات بعد هدف واحد على طول. ناكل شوكولاته سوداء بعد ان شاء الله، وما في خساره اليوم باذن الله. اقوى خوي، كلوز كلوز والله، والله جريته بس هجت شويه يعني، انا اسف جدا. من زمان ما لعبت بالدمنز والله، من زمان مره بعد. خوينا يبغى يزرف الاهداف عشان يصير الاول، حركاته خلى هدف لي. طيب والله مشكله ذا. اوكي 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 لك، نايس شوت نايس شوت شوت. لا تحمست انا، نايس شوت من اول يا اخي، حرام عليكم. خش تقوى يا عيني، ودي له يا ساتر. نايس شوت والله العظيم، اني ترى ناوي فيك وان شاء الله انه تفيك صح ان شاء الله، لاني شفته جاب هدف. اوكي هذا داخل اللي ورا، ما ادري وين يروح. امشي اساتر، صدعت والله نابوس، والله نابوس يا اخوي. انا اسف يعني اذا يا الله. نايس شوت يا شيخ، شغلت امنا بالله قلبه فايت. شوفوا كيف خوينا جايب ام العيد والله. شلون بلك ذا الجيم صراحة، جايب العيد انا وخوي كلنا جايب العيد. انا اتفايت في الجيم ولا اتفايت؟ شوف جت خلاص هرب خوينا كويس. لا يا عيني اقسم بالله واتسيب. نايس نايس شوت. روح ال ها ايش يسمونها؟ تيم وورك. اذا وقفت لعبه قاعد اناظر فوق اعرف ان الذبانه جايه كذا تتسلط. جول. كلوز ون. ما يسحب ما يسحب، تكفى يا عيني. خوي فنان فنان، تسوي ناول تصير افضل فنان. تكفى يا ساتر يا عيني يا خوي، صح غلاطه طوره. ما يسحبك يا خوي، تكفى. اوه يا ساتر يا ساتر. يا الله امشي. ايوه خذيت عنه من البوست، تكفى خوي. تفيك الاول وبعدين تعطي الثاني كذا. امشي فايت مع الذبانه، نزل فايت هنا، حط هرتك في الجيم. اوكي وضيعها وات سيف يا شيخ. تيجي بالبلاي ان شاء الله هدف. يا ساتر الله رجفوني اقسم بالله. امشي والله لازم اخذ بوست، انا طفرت مره وكل البوستات اللي هنا ماخوذه. نايس 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 كلوز ون، تكفى يا عيني يا عيني. هذا في السماء ما شاء الله تبارك الله، بس ان شاء الله في الارض انه كويس. والذبانه ضيف في السماء في الارض كل شيء. نقش من فوق خوينا، خش تكفى خش.
نو بروبلم. انا لخمني يعني ما ادري ايش اسوي. ثانيه اوي كلاس كلاس. لا يا خوي لا والله اني قايل لكم في السماء يعني كويس بس في الارض شكلها ماشي. تكفى خوي بلك بس كريت باس بيصدها بقى اجلده بغى يصدها يا شباب شوفوا كيف يوه. جي جي والبليد والله والبليد. اصبر اصبر شوية جاي انا لازم اتفايت مع ذولي. جيتكم جيتكم وينك وينك يا بنت الايه وينك. اي اسمع اسمع بس باقي الثانية بس انا اوريها. بسم بالله العظيم عذبتني بخلتني العب. شيلة تحرك تكفى جات الذبانة. شو الطقة بس 7 سنين وانا اتعلمها. ممكن تخش ان شاء الله انها قريبة يعني لك يا خوي تكفى. نايس شوت بس. لا ليش طقيتها كذا انا حرام. اوكي خوينا جاب العيد مرة. يا اخي كان جنبي شلون صدمني ما ادري والله ما ادري. يلا روح. اوكي ما معي بوست يجي. يا ساتر. يا الله. مش لو اصملت انا ما ادري. ثانية؟ عيني يا ساتر. يا ساتر. والله العظيم ما ادري ايش قاعد يصير. ان شاء الله هدف. الله يا شيخ. من سيف الى جول. نو بروبلم نو بروبلم. اتني صدمتك؟ لا يا خوي لا 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 لا. شوفوا العيد. في ناس يتنرفزون اذا قلت خوي. قاعد صايع. شوفوا النتيجة شوفوا الوقت. ديك؟ تكفى وات اوكي يا ساتر. الو دمت سياطه بس ما صار شيء. نو شوت. الله جيم غريب جد. جي جي والبلاي. لوك الار تكفى يا خوي. اوكي الحمد لله نصدمه. الو ايش فيه؟ ده الجيم ذي تكفى. لا تجلطني تكفى. او يثبت يعني نقش. اوكي يا عيني خوي يا عيني. دورك تكفى. اوكي هجت فيه. اسمع لي ما عليه. جريت بس بس جبت ام العيد سوى اسيست عادي نرقع لك. ترى انه عاد ما اجيب العيد معك انا. تكفى والابدع عيلك تكفى ابليس. اوكي اعطيتهم كوره. والله اعطيتهم جي جي يعني. نايس شوت. مديت فيك ما عليه ما عليه. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. الحمد لله نطيت نطه ثانيه الحمد لله. تكفى تكفى يا خوي. والله اسست جامد حرام عليك. يا الله اصدم. امشي نايس شوت. اسست مفهوم يعني مقصود. تكفى كان هي بلوك يعني بس الحمد لله انه ما طقها. الله قاهر. تكفى ايوه نايس شوت. والله قاعد اصقع خوينا خوينا صقع فيني وانا اطير ايش فيه. الحمد لله اني ما خربت عليه. شوت جريت باس. لو وقتين يمكن ما اوصل لها. اوكي اوه نايس كويس ننجر الاول وانجر الثاني. يلا هدف نايس. انا عندي صده جوا وما احسب جول بعدين قلنا ملقلقين بس مو بزي كذا. اوكي عارضك جي جي والبليد نايس. شامبي 2 ديفجن 2. والله دومز مو بسيطه يعني بس الطيران فيها احس انه صعب. دربل فيها يقولون جامد. الحين ما تعودت عليها يعني في ذا المقطع ما اقدر اتعود عليها في مقطع واحد. لازم اقعد اتدرب ما ادري شو. انا فتحت تصوير بوف على طول. اكفى يا خوي. اوكي اوه كلوز 1 جريت باس. والله جربه جر مو طبيعيه. الحركه الثانيه بس اوب. اوكي والله ضبطها لي خوينا. طقه طقه هذا اللخم بس والله شوتات دومينوز مو طبيعيه. جريت باس. انا استغربت وين راح الثاني. وين راح؟
يعني هذا خوينا ذكي ذكي، استغل الفرصة ويدري انه بيسوي كذا، فقال خليني اوقف مكاني. يا ساتر والله العظيم الكرة عندي تقطع يا شباب، انا اسف. يو لك صح انه مو بواو بس حلو حلو، من زمان انا ابغى اسوي فليك، ما كنت شفت اهداف فليك الا قليل مره. والله نايس يعني يا اخوي، والله ما قصرت. شوت يا ساتر يا ساتر، والله شوتات مو طبيعيه، والله مو طبيعيه، بارفيت ورا بارفيت، خلاص ودي اوصل الى الديفجن 4. تكفى نايس شوت. والله خوينا حرام، هنا اخوكم في الله ما ادري ايش طق، فجأة الجهاز كله علق، الحمد لله ان التصوير يعني وقفته من ستريم ديك، ولا حتى الجهاز ما اقدر احرك فيه ولا شيء. عموما بس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله المقطع عجبكم، لا تكسروا بالدعم، لايك اشتراك فعل زر التنبيهات، كود في اس ال شباب، تركت ليج اكسشينج كود في اس ال في الايتم شوب، يعطيكم العافية ونراكم على خير في امان الله، سلام.